بعد سلسلة إضرابات متكررة شهدتها بعض القطاعات، توجه الحكومة تعطيل إضرابات العمال تماشيا مع التعديلات الواردة في مشروع القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي. إجراءات قانونية جديدة ستسمح للحكومة التحكم فعليا في الإضرابات العمالية بإجراءات جديدة باش نولي نتحكم أكثر في العملية في الإضرابات، ما تكونش عندها تأثير حتى يعني على المصلحة العمومية للمواطن. تجسيدا لمبدأ تداول المناصب القيادية، ستصبح العهدة النقابية مقيدة بفترة زمنية محددة. عهدة يعني السنوات العهد يعني لو موند اون لي ميم لازم يكون تداول. في القانون الجاي راح نجيو راح العهدة نعطيوها وقت، نعطيوها اون بيريود وحتى التداول استدير لو نيفيرمون تاع لا بيريود هذيك، حيث حتى في الدستور يعني اللي كل عهدة عندها تداول عندها فترة للتداول. سيناتورات من مجلس الأمة أيدوا بدورهم تعطيل الحق النقابي بفعل التجاوزات المسجلة حسبهم. احيانا نشوف بعض النقابات هي عباره عن استعراض العضلات. احنا ماذا بينا القانون يكون واضح، تكلمنا مع الوزير بعض النقائص الموجوده وعدنا ان شاء الله يرجع لها في قانون العمل الجديد. تكلمنا حتى تعهد العهدات في النقابات، نعرفوا بلي كاين بعض النقابات عباره عن امبراطوريات عائليه. الاضرابات المتكرره والتي تعطل مصالح اولا الاداره ومصالح الدوله ومصالح المواطنين سوف لن يكون لها اثر في المستقبل. بين دستورية الحق في الإضراب وسعي الوصاية تعطيل الإضرابات العمالية، باتت النقابة مطالبة بإيجاد سبل عملية لتحقيق مطالبها المشروعة.